بشكرك انك انت توريتني العنايه المركزه المحترمه دي، ووريتني طقم الدكاتره والاستاف التمريض والجنود دوت على اعلى مستوى، وانا عارف انك انت طقم التمريض دوت غالي عندك قوي. سيادة المحافظ والقائمين على الخدمات الطبية، لما طرحنا الموضوع بصراحة لقينا ترحاب شديد، وفي أقل من شهر بالضبط كنا عملنا أول عيان، وده شيء يعني أقل شيء نقدر نقدمه لأهالينا في بورسعيد. هندي ياسر أحمد بالمناسبة حضرات الفنار ده اللي هو رمز بورسعيد، ده أقدم فنار خرساني في العالم.